المطعم البلدي الذي فيه مطعم الرحبة أو إفطار الصائم رفقة السيدة أمينة يمينة مرنيط والأخوات اللي معها، وراهم بداو يحطوا في الأكل باش ينتظروا عابر السبيل. نبداو نحطوا الاكل. وراه معنا الاخوه اللي راهم يساعدوا فيهم، جلول والهواري طبعا. روحوا تشوفوا لنا عندنا اكثر من طاولتين. مطعم الرحبة لجمعية الولائية للأمل الخيرية. تقودها السيدة يمينة مرنيط.